اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. هل حسمت اختيارك للمرشح الرئاسي 1338 بنسبة 92%؟ بيقولوا نعم. خلاص خلصوا، عرفوا هم رايحين يدوا لمين. 119 لا ما حسموش، 8% فقط اللي ما حسموش موقفهم في النسبة اللي بتصوت معانا على الفيسبوك النهاردة. أكمل حواري مع ضيفي العزيز الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد. دكتور سيد، الصراع ما بين الأحزاب والقوى السياسية وفكرة التخوين والمؤامرات يمكن أن تقودنا إلى فين؟ هتقودنا إلى يعني إرباك المواطن المصري، والحقيقة ده مش مطلوب من النخبة المصرية، يعني مش مطلوب من الأحزاب السياسية في هذه المرحلة الدقيقة التي لن يجني منها أحد مكاسب. دي فترة مغارم لنا كلنا، لكن الأزمة هي أزمة ثقة بين بعض الأحزاب وأحزاب أخرى، يعني تحديدا أزمة ثقة بين التيار الإسلامي وبعض الأحزاب المدنية. أزمة الثقة دي لابد أن تزول، وستزول بالممارسة. يعني برضو ممارسة التيار الإسلامي في بدايته كانت فيها نوع من الـ من الـ من الـ يعني الشعور بالقوة ومحاولة فرض إرادة على الآخر، الآخر استقبل ده بنوع من الرفض. ودي لقيناها أو لقيتها في تشكيلنا للجمعيات التأسية. احنا اجتمعنا عشان شكل الجمعيات التأسية 5 اجتماعات متتالية، حضرت كل الأحزاب على فكرة في 4 اجتماعات، أنا حضرت 3 اجتماعات منهم، كل الأحزاب بقيادتها حتى الاجتماع الأخير. وكنت أرى أجد في كل اجتماع من يحاول أن يفسد هذا الاجتماع، شخص يقوم في توافق على الأمور كلها، شخص يقوم يفسد هذا الاجتماع، مش عايز نصل إلى اتفاق. انتهينا إلى أقرينا تقريبا المعايير، خلاص انتهينا من المعايير، وقفنا على نسبة التصويت 2/3، غابوا في نسبة التصويت مجموعة من الأحزاب وفوضوا الدكتور أيمن نور يحضر نيابة عنه. توافقنا في المجلس العسكري على نسبة التصويت، يعني قلنا الأصل في إقرار المواد الدستور بالتوافق، إن لم يحدث توافق يكون التصويت بموافقة 67 عضو من 100، يعني لو حضر 70 يبقى 67 يصوتوا. لو لم يحدث هذا ندعو إلى اجتماع آخر خلال 48 ساعة وتحسم النسبة ب57 عضو من الحضور. وتوافقنا على هذه المسألة ومشينا واستقرينا، والمعايير بقت واضحة والأعداد اتفقنا عليها تماما. لكن برضو عدم الثقة لما جت اللجنة التشريعية ناقشت المعايير. اللجنة التشريعية ناقشت المعايير مش عشان تحط معايير تفصيلية، عشان تحط شكل عام حتى لا يطعن على تشكيل الجمعية مرة أخرى أمام القضاء الإداري. فهتقول تكون الجمعيات التأسيسية من كذا وكذا وتمثل جميع أطياف المجتمع، القانون اللي طلع مجرد إحالة الموضوع للجمعيات التشريعية. الأحزاب التي ليس لديها ثقة في الإخوان المسلمين صارت ثورة شديدة جدا، واعتبرت أن ده نوع من التلاعب والالتفاف حول المجتمعين. فهي أزمة ثقة ستظل موجودة إلى أن تقضي عليها الممارسة الحقيقية. وأنا وحزب الوفد مصرين على أن نظل نسعى لإحداث هذا التوافق، لأن إحداث هذا التوافق هو في صالح مصر قبل أن يكون في صالح حزب أو تيار معين. بس جزء من هذه الأزمة الإخوان المسلمين أو حزب النور كمان طبعا بيشوفوا أن هم جم بانتخابات شريفة ونزيهة، وأن الشعب اللي عايز كده، وأن القوى الأخرى مستكترة عليهم ده، فطول الوقت عايزة تجهد التجربة وتحل مجلس الشعب، وأن عايزينهم يفشلوا علشان هم أمام شعبهم أمام أعضائهم أمام قواهم السياسية يكونوا موجودين. أن القوى الليبرالية بأشكالها المختلفة شافت أن ملهاش أرضية في الشارع، فعايزة تبطل المشروع لمجرد أنه مشروع إسلامي له شعبية وأرضية في الشارع. هنقدر نحل المعضلة دي إزاي ونقول لهم أن كل القوى لها هدف واحد وهي مصر؟ فإزاي ممكن الطرفين يقعدوا، أنا لا أحمل طرف مسؤولية على حساب الآخر. بعد الممارسة الشهور الأولى في مجلس الشعب وارتباك الممارسة والشكل اللي ظهر به البرلمان، اللي لا يمكن أن يعني نطلق عليه برلمان ثورة بالممارسة اللي ظهرت به، خلت الحرية والعدالة والنور يراجعوا حساباتهم جدا، وهم خسروا في الشارع في نتيجة هذه الممارسة كتير جدا، فبدأوا يراجعوا حساباتهم وبدأوا فعلا يعني ينفتحوا على الآخر وينفتحوا على الحوار. لكن لو هم مش عايزين التوافق هم الخسرانين، هم اللي هيخسروا،
نجاحهم في هذا التوافق ونجاح مصر في هذا التوافق، وبالتالي لابد يمدوا ايدهم. ومش فكره بقى انهم ناس ضد المشروع الاسلامي، لا، ما فيش حد ضد المشروع الاسلامي. انا الحقيقه ما بسمع كده وكان احنا اول مصر، كان في فتح اسلامي جديد لمصر، كان مثلا عمرو عبد العاص جاي امبارح. يعني ما احنا عايشين الاسلام بقى لنا ما يقرب من 1500 سنه عايشين الاسلام، بنطبق الشريعه الاسلاميه بقى لنا عشرات الـ او 14 قرن بنطبق الشريعه الاسلاميه. اللي بسمعه النهارده عن المشروع الاسلامي والشريعه الاسلاميه والمزايدات على المواطن المصري، مين يجرؤ انه يلغي الماده الثانيه من الدستور؟ مين يجرؤ الا يتبع او يخرج على الاسلام وشريعه الاسلام؟ مين؟ كلنا انتمائنا احنا كمصريين، انتمائنا سواء مسلم او مسيحي، انتمائنا لديننا بيفوق اي انتماء. بطبيعتنا شعب متدين، المسلم متدين والمسيحي المصري متدين، انتمائنا لديننا لا 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 يزايد احد على احد فيه. انما النهارده في البعض يريد ان يركب موجه الاسلام ويناضل بسيف الاسلام ويناضل بتطبيق الشريعه الاسلاميه. الحقيقه مسائل كلها دغدغه مشاعر الشعب المصري الطيب الامير ده اللي بينخدع بهذه الكلمات. فانا مساله المشروع الاسلامي دي الحقيقه مستفزه جدا. يعني وممارسات وهي فهم وجهتها الحديث عن مشروع الليبرالي مش مستفز؟ المشروع الليبرالي انا مش هقول ان الوفد ليبرالي، لان برضو مش بتنكر من الليبراليه، لا، هو تعبير الليبراليه اسيء اليه اسيء او روج ترويجا خطأ. الليبراليه لا يمكن ان تكون على طرفي نقيض من الاسلام. الليبراليه هي الحريه، الاسلام هو دين الحريه، حريه الفكر، حريه العقيده. الاسلام ذهب الى ابعد من ذلك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دون ما ارغمكش على حاجه. فالحريه في اطار دستور اسلامي، في اطار دستور المصري اللي فيه الماده الثانيه بتؤكد ان مبادئ الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع، في اطار احترام القيم والعادات والتقاليد اللي ارسلتها الاديان السماويه كلها، المسيحيه والاسلاميه واليهوديه والاسلام والمسيحيه. الليبراليه في اطار تقاليدنا هي الحريه في الاسلام. انا مش هقول معنى كده زي ما اقول لك الليبراليه يعني انك انت زواج المثلين، مش هو ده، مش دي الليبراليه المصريه، ولا دي الليبراليه او الحريه في فكرة ظل الإباحية لا في ظل دستور اسلامي. وما يعبنيش ابدا ان انا استخدم مصطلح غربي. يعني النهارده في ناس بتقول لك الديمقراطيه كفر والانتخابات بدعه وكفر. ده احد الشيوخ في كفر الشيخ بيقول ان الانتخابات كفر وان الاصل في الانتخابات هي البيعه، نعم، وان دي بدعه. يعني كان النهارده اذا كان ما كانش يعني في انتخابات ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، ما هو ما كانش ايام الرسول عليه الصلاه والسلام في طياره ولا عربيه، كان في جمل. هل هنركب؟ الاسلام يعني السلطه في الاسلام واجبه، لكن شكلها وطريقه تنفيذها متروكه لما يراه الجماعه في الصالح. صندوق الانتخابات هو البديل العصري للبيعه. انا بستخدم الليبراليه لفظ غربي، طب ما الاسلام في الفاظ غير عربيه، نعم، يعني في مش كده لفظ هندي مثلا، وربنا سبحانه وتعالى كان يعني ما لدي ما يعني مش ما بقدرش في زجاجه، نعم، مش كده لفظ هندي، وطه لفظ مش عربي، واستبرق لفظ مش عربي. يعني في الفاظ غير عربية أعجمية يعني انتظمت في القرآن عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا مش عيب إن أنا أستخدم مش عيب أن أقول ديمقراطية، مش حرام إن أنا أستخدم لفظ غير عربي أو مصطلح غير عربي في مصلحة. المهم أن يتم تعريبه بمعنى أن يكون جزءا من الثقافة، من الثقافة والقيم والعادات، نعم، والتقاليد والأخلاق والدين. يعني فالليبرالية كفر؟ مين اللي قال إن الليبرالية كفر؟ مين اللي قال إن الحرية كفر؟ ما هو ده المزايدات، ودي اللي بتعمل تباعد وتنافر بين الاحزاب والقوى الاخرى. ما هو لما تيجي حزب ليبرالي تتهمه بالكفر هيقعد معاك ازاي؟ هيقعد جنبك ازاي؟ هيتحاور معاك ازاي؟ هيتوافق معاك ازاي؟ يصلوا جنب بعض بس في الاجتماع هيلاقوها خلصت على طول. والله بيصلوا جنب بعض وبرضه برضه ما لهاش حل. كلنا بنصلي في الاجتماع. طيب اذا ذهبنا الى الانتخابات والناس بتستعد وامامنا كده خلاص يعني 25 ساعه تقريبا وهتبتدي الانتخابات او هندخل في يوم الانتخابات. ناس كتير محتارة، الانتخابات دي صعبة قوي، ازاي الناس تعمل عملية فرز لاختياراتها؟ ازاي الناس تبص وتختار دون توجيه؟ طبعا حضرتك أدرى مني طبعاً بما طبعاً يجب ان يقال. احنا بنتكلم في كلام عام، ازاي المواطن المصري يحدد اختياره ايا كان، اسلامي ليبرالي اشتراكي زي ما هو عايز، ناصري زي ما هو عايز، بس يحدده ازاي؟
مرحلة صعبة والصوت مهم. صوت مهم جدا وهندفع ثمنه كلنا. نعم. إما أن ندفع ثمن هذا اليوم رخاء ونهضة حقيقية وبناء مصر جديدة فعلا، وإما أن ندفع ثمن غالي جدا هيدفعه كل مواطن مصري حتى اللي بيجيب طبق الفول بالعافية. ودي مهمة جدا في الاختيار، وأرجو ألا يتأثر الناخب بأي شعارات في أي اتجاه في أي اتجاه. نعم. ومش عايز أوجه اتجاه معين لكن ولا أقول حاجة معينة، لكن اللي أنا عايز أقوله إن الحاكم في الإسلام ليس شرط أن يكون أكثر الناس فقها وتدينا، بل أن الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى أبعد من ذلك. نعم. عندما قال الحاكم القوي الفاسق خير من الحاكم الضعيف المؤمن، لأن الأول قوته للمسلمين وفسقه على نفسه، أما الثاني فإيمانه لنفسه وضعفه على المسلمين. نحن نختار رئيسا للبلاد، رجل قوي أمين قادر على إدارة أمور الوطن، قادر على العبور بسفينة الوطن وسط الأنواء الشديدة الداخلية والخارجية. مصر أمامها تحديات خارجية ضخمة جدا، تحديات داخلية ضخمة جدا، لا يستطيعها إلا رجل خبير قوي أمين. طيب، ما معنى كده أن حضرتك بتكلمني عن برنامج؟ أنا بتكلم عن برامج وأشخاص قادرين على تنفيذ هذه البرامج وتحقيقها، مش كده برضو؟ أنا بتكلم أصل البرنامج، الحقيقة البرنامج ده سهل جدا أن واحد يحط أي برنامج، إنما القدرة على تنفيذ هذا البرنامج. طب المواطن العادي هيعرف القدرة دي إزاي؟ ما أنا مش عايز أخوفه من حد، ما هو ممكن يبقى مثلا المرشح الإسلامي لديه برنامج رائع وبرنامج يبني البلد بالفعل، والمرشح الليبرالية والناصري يكون لديه ذلك، والشاب الثوري يكون لديه برنامج جيد أيضا. أنا قارن بين البرامج إزاي؟ أعمل إيه؟ بعيدا عن أن أنا خلاص أنا القاعدة عندي مش أنا مش بنتخب شيخ ومش بنتخب فاسق. لا طبعا أنا بقول لك طبعا أنا فاهم لكن الشخص ده اللي تقدم للترشح لرئاسة الجمهورية مش بين يوم وليلة كده، له تاريخ، له سيرة ذاتية، له تراك ريكورد بتاعه. أما تيجي تتقدم لأي وظيفة بتقدم السيرة الذاتية بتاعتك عشان تقبل في هذه الوظيفة، فأنت متقدم لوظيفة رئيس الجمهورية، السيرة الذاتية التي تؤهلك لشغل هذا المكان إيه؟ تاريخه إيه؟ أدار إيه؟ تناول إيه؟ وضعه إيه؟ علاقاته إيه؟ دي السيرة الذاتية لأي شخص اللي على أساسها يقبل كموظف، فما بالك وأنه أعلى موظف في مصر وهو رئيس الجمهورية. هو وجوده في إطار حزبي مثلاً مش كافي؟ لو فكرت في نموذج لحد حزبي اتربى في إطار حزبي، حد منضم القوى الشعبية طول عمره بيعبر عنها وجزء منها، حد سياسي بطبيعته، حد بينتمي إلى تيار طول عمره كان محاصر ومع ذلك كان مصر على الوجود. أنا بجيب كل الصفات بتاع كل الناس بتاعت كل مرة. أولا يعني أنا بأحيي كل من تقدم للترشح لهذا المنصب، لأنه تعرض لأمانة كبرى جدا، وعرض نفسه أو قبل على نفسه أن يتحمل مسؤولية ضخمة جدا في مرحلة دقيقة جدا من تاريخ مصر. لكن مش كل حد يصلح رئيس جمهورية. كان في مقولة لديجول رئيس الفرنسي الراحل ديجول، يقولك لو أنت قابلت واحد تقول له تقدر تعمل عملية جراحية، يقولك هو أنا دكتور عشان أعمل عملية جراحية، تقدر تبني عمارة، يقولك هو أنا مهندس عشان أبني عمارة، تقول له ينفع تترشح رئيس جمهورية، يقولك طبعا أنفع أترشح رئيس جمهورية. رئيس الجمهورية له مؤهلات. هو مبارك كان عنده مؤهلات رئاسة الجمهورية؟ ما عشان كده عانينا تلات، ما شفت اللي احنا شفناه، لم يكن لديه هذه المؤهلات. وعلى فكرة أنا هذا قلته في برنامج في انتخابات الرئاسة في 2005 في التلفزيون المصري. وكانت الضيفة اللي قدامي كانت الأستاذة جورجيت قليني، وكان في التلفزيون المصري على الهواء، فكانت بتهاجم مرشح الوفد في ذلك الوقت دكتور نعمان جمعة. فقلت لها يعني أنا مش عايز أخش في مقارنة بين مرشح الحزب الوطني ومرشح حزب الوفد. مرشح الحزب الوطني كل مؤهلاته أنه يستطيع أن يقود طائرة مش يقود بلد. قلت ده في التلفزيون المصري، وحرمت من دخول التلفزيون المصري من 2005 لحد ما قامت الثورة تقريبا أو قبل الثورة حاجة بسيطة. فمؤهلاته، ما هو مؤهلاته إيه؟ هي دي كانت مؤهلاته، لم يكن رجل دولة.
السادات كان رجل دولة وتمرس وشاف أخطاء مورست في منذ قيام الثورة فاستطاع أن يحكم دولة. لا يعني رئيس الجمهورية هندفع ثمن اختياره غالي جدا جدا جدا، ونحن في أيام الصمت الانتخابي فلا أستطيع أن أفصح أكثر من ذلك. ما هو هندفع ثمنه مع مين؟ الله أعلم، ما ممكن يكون ثمن إيجابي ممكن يكون ثمن سلبي. لا لو ثمن إيجابي فده مكسب. الثمن هو المغرم، لو إيجابي هنقول هنكسب مكاسب، لكن أنا بتكلم عن مغرم، أنا بتكلم عما يمكن أن تتعرض له مصر إقليميا ودوليا، أنا بتكلم على حاجات هتأثر على المواطن البسيط ما هوش مدركها ولا يقدر يدركها غير السياسيين أو اللي بيشتغلوا في مجال في الحقل السياسي. طب لو حطيت قواعد عامة مش قواعد خاصة بأشخاص، قواعد عامة أطبقها كده على نفسي فأقول أنا شفت كل المرشحين طلعوا في كل التلفزيونات تكلموا قالوا برامج، يعني أخد اللي بيبتسم ولا اللي بيكشر ولا اللي بيكلمني في الاقتصاد كويس ولا لازم يبقى السي في؟ أنا كشخص هنتخب من خلال السيرة الذاتية لهذا الشخص، من خلال قدرات هذا الشخص وتاريخ هذا الشخص وصلاحياته لشغل هذا المنصب، لن أنخدع لا برنامج ولا أنخدع بكلام يعني يدغدغ المشاعر الوطنية أو يدغدغ المشاعر الدينية، ولن أنخدع بشعارات. لكن هختار الشخص اللي السيرة الذاتية بتاعته بتقول أن هذا الشخص مؤهل لأن يكون رئيسا لدولة كبرى بحجم مصر في مرحلة شديدة الحساسية وفي غاية الخطورة زي المرحلة اللي بنمر بيها الآن. اللي هيحسم هذه الانتخابات الإقبال الجماهيري وإرادة الناس أم مهارة المرشحين وقوى أحزابهم وأموالهم؟ في أمرين، القدرة في الأمرين، حشد الرأي العام بالقناعة الشخص بقناعة الرأي العام، مرشح استطاع أن يعني يحوز ثقة الرأي العام من خلال تاريخ ومن خلال ممارسات ومن خلال ما تم خلال فترة الاحتكاك والنزول إلى الشارع في والتقاء بالجماهير، والحشد الذي سيحدث يوم الانتخابات هيكون مؤثر جدا. ولو اللجنة العليا للانتخابات تغاضت كما حدث في انتخابات مجلس الشعب الماضي عن العدوان على قانون الانتخاب واختراق الصمت الانتخابي والتأثير على الناخبين أمام اللجان ودخول اللجان والضغط على الناخب، وكان في الانتخابات مجلس الشعب كان بيتاخد الناخب من إيده كده يخش معاه مندوب يخليه يدلب صوته، لو حدث ذلك أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون نستطيع أن نصفها بأنها انتخابات غير نزيهة، ودي هتحشد، ودي طبعا هتكون مؤثرة في النتائج، هتكون مؤثرة بشكل كبير جدا. الحشد يوم الانتخابات مهم جدا، وده أنا عارف هيتم إزاي، والخلفية السياسية والخلفية الإدارية وكده دي برضو هتكون مؤثرة من خلال حشد رأي عام يوم الانتخابات، في حشد تنظيمي وحشد رأي عام. نعم، هتكون دي آخر انتخابات في 2012، انتخابات رئاسية إن شاء الله يا رب تكون بأيا كانت نتائجها. نعم، يعني دي بقى مهمة جدا، أيا كانت النتائج وأيا كان الشخص الذي سيعتلي سدة الحكم فلا بد وأن نقبل، لأن البديل هو الفوضى. نعم. والفوضى لا تبني مجتمع أبدا ولا تصب في أيا كان الشخص وأيا كان اعتراضي عليه شخصيا وأيا كان رؤيتي أنه لا يصلح، لكن البديل أكثر خطورة وهو الفوضى. نعم. يأتي رئيس نحتمل 4 سنوات، وعلى فكرة الرئيس القادم سواء قبلناه أو رفضناه هو رئيس انتقالي، يعني أنا بقول أن المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير ممتدة حتى نهاية فترة الرئيس القادم. نعم، وقد يكون مفاجأة وقد يكون وينجح ويقدم لنا تجربة أيا كان بالزبط. من هو دكتور سيد البدوي، أنا بشكر حضرتك جدا على وقتك. شكرا، ربنا يخليك. بشكرك وأؤكد مرة أخرى كان الهدف هو البحث عن كيفية الانتخاب، تنتخب من؟ انتخب ما ومن شئت، لك مطلق الحرية. نحن هنا نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، نتمنى التوفيق لمن ينتخبه الشعب أيا كان. وهرجع أقول لك تاني، ما تشغلش بالك ده إسلامي ولا ليبرالي ولا اشتراكي ولا ناصري، اشغل بالك
انت شايف اللي بيقوله ممكن يغير هذا البلد ولا لا، ممكن يبني مصر ولا لا، مشروعه انت مقتنع بيه ولا لا، واستفتي قلبك وروح ادي صوتك بدون اي تأثير. واللي هيجيبه الشعب المصري لابد ان نقف له احتراما ونقف كلنا في ظهره علشان مصر تتقدم. تصبحوا على خير. We'll be right back.